The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. أهلا وسهلا بحضراتكم. أول حاجة أنا عايزة أشكركم على حضوركم في الندوة. أقدم نفسي، معكم إيمان الريمي، مديرة التسويق لسوليد ووركس في الشرق الأوسط. هقدم الندوة دي النهاردة مع المهندس معتز رشين، المدير الفني التقني لسوليد ووركس في الشرق الأوسط. أول حاجة قبل ما نبتدي، عايزين نتأكد إنه الجميع شايفين الشاشة، ولو عندكم أي سؤال سواء لما الندوة تبتدي أو بعد الندوة ممكن تسألونا في الـ question area. هخليكم دلوقتي مع معتز. شكرا إيمان، وأهلا بكم جميعا. النهاردة هنتكلم على الجزء دوت، وهنبدأ بالتصميم، وبعد كده هنشوف إزاي نعمل عملية تحسين للتصميم دوت، وبعد كده عمليات الإنتاج المختلفة عليه. بس الأول خلينا نخش في سياق الموضوع، أو نتكلم بشكل مبسط على هو ليه الموضوع ده مهم، وإحنا بنحاول نحل مشكلة إيه بالظبط. وكمان ده هيبقى مفيد للناس اللي ما حضرتش الندوة اللي فاتت. احنا عارفين ان موضوع دلوقتي الوصول للعمل، او حتى ان احنا نوصل حد للمدرسة، الموضوع بقى مشكلة لملايين من البشر. وموضوع الزحمة هو مش بس بيقلل الانتاجية، لا كمان متعلق بشكل اساسي بالضوضاء وبالاحتباس الحراري والتلوث. واحنا عارفين ان موضوع التلوث وموضوع الاحتباس الحراري هو بيأثر دلوقتي على المناخ بشكل مباشر، يمكن اسبوعيا بنسمع عن تغييرات في المناخ. وعلشان كده احنا لازم نلاقي حلول، لازم نشوف حلول اقتصادية علشان نغير في الحياة على الكوكب اللي احنا عايشين. تمام، وهو دوت ببساطة اللي عملته شركة اسمها ميلو كابس. شركة ميلو كابس هي شركة موجودة في جنوب أفريقيا، كان هدفهم الرئيسي إن هم يعملوا عربية بثلاث عجلات علشان توفر عمليات النقل من أول المشوار لآخره. هم لقوا إن معظم الاحتياجات للنقل بتتضمن ركوب ثلاث أفراد بس، وبتكون في محيط نصف قطره 5 كيلومتر، فما كانش من المنطقي خالص ان هم يعني حتى دلوقتي ممكن نسال نفسنا السؤال دوت، احنا ليه بنستخدم عربيه وزنها طن ونص علشان ننقل ثلاث افراد وزنهم لا يتعدى 200 كيلو جرام؟ ومن هنا جت فكره ميلو كابس. ميلو كابس هم يمكن الشركه، احنا شايفين الموضوع ببساطه، بس طبعا كان في تحديات كتيره جدا جدا للشركه ديت. يمكن من ضمن المواقف اللي نذكرها ان الكوفاوندر بتاع الشركه هو كان حديث التخرج ساعتها، واضطر في مرحله من المراحل ان هو يبيع بعض ممتلكاته علشان يوفر الفند علشان يكمل المشروع بتاعه. وهم بيستخدموا سوليد ووركس، في جميع مراحل من اول الكونسبت ديزاين لحد الانتاج. اختيارهم لسوليد ووركس كان بناء على ان سوليد ووركس هو برنامج شامل وفي حلول متكامله على طول الطريق، لان في مراحل الانتاج لحد ما نوصل المنتج بتاعنا للبيع احنا بنخش في مراحل كتيره جدا. المراحل ديت كلها لازم تبقى انتجريتد، ولازم تبقى المعلومه بتوصل بشكل مباشر وشكل صحيح، لان التاخير في المعلومه او التاخير في البيانات وانها توصل بشكل خاطئ هو دوت عاده اللي بيوصلنا لاخطاء. هو دوت الفكره كلها بتاعت سوليد ووركس، ان هو يوفر حلول متكامله في كل المراحل لحد ما نوصل لمرحله البيع. طيب، تاني الويبنار النهارده او الندوه النهارده هي مجموعه من سلسله ندوات. في الندوه الاولانيه عملنا انترودكشن، احنا هنشوف ايه في الندوات اللي جايه. في الندوه ديت احنا هنركز في التصميم على جزء اساسي، وهو الجزء بتاع محور القيادة، وهنركز فيه على جزء معين. الجزء دوت اللي بيربط ما بين
الدريكسيون او موجه القياده والسسبنشن اكسل اللي هي محاور السسبنشن. هنشوف دلوقتي مراحل. المرحله الاولانيه هي مرحله الديزاين، وبعد كده هنخش في الاوبتمايزيشن وهنروح للبروديوس. في الديزاين هنركز على ثلاث نقط: ازاي اعمل الموديل بتاعي ان كونتكست مع الاسامبلي، ازاي ابدا توب داون اسامبلي موديلنج. وبعد كده هنشوف حاجه تانية اللي هي ازاي نعمل ادنج لسمارت library component، ازاي اخد component من library والمفروض ان الكومبوننت دوت ازاي يبقى سمارت بحيث ان هو يسهل لي عمليه التصميم، وكمان ان انا ازاي اخد ريفرنس من ستيب فايل، والستيب فايل دوت هو ممكن يبقى جاي لي من السبلاير، وابدا اشتغل عليه كما لو كان جزء اساسي ومتعرف تماما على سوليد ووركس. طيب علشان نبدا، ده اليوزر انترفيس بتاع سوليد ووركس. هنبدا نركز دلوقتي على الاسامبلي اللي موجود فيه السسبنشن اكسل، وهنعمل هايد لكل الكومبوننتس ونخلي بس الكومبوننت اللي احنا محتاجينها. فبالتالي انا دلوقتي في بيئه العمل بتاعه الاسامبلي. ناخد بالنا انه الاكسلز ديت هي جايه من سبلاير، وانا عامل لها انزرت هنا عن طريق ستيب فايل. ميزه انك تشتغل توب داون اسامبلي موديلنج ان انت مش محتاج تعمل كابتشر لكتير او من الدايمنشن. اتخيل كده ان انا بدات في بيئه بارت او بيئه جزء، ان انا بعمل جزء منفصل، هضطر ان انا اكابتشر كل الدايمنشنز اللي موجوده قدامي دلوقتي علشان بس اعمل لاين او عشان اعمل سيركل. بس في اليوزر انترفيس بتاع سوليد ووركس بنقدر نعمل ده بسهوله قوي عن طريق التوب داون اسامبلي موديلنج، ان انا باخد بعض الريفرنس وببدا اكريت منها السكتش اللي انا عايزه. ويمكن هنبدا نلاحظ هنا انه حركه الماوس بتاعتي بتعتمد بشكل رئيسي على الشورت كات مينيو. شورت كات مينيو احنا بنجيبها من اس الموجوده في الكيبورد. ليه انا بعمل دوت؟ علشان اقلل فكره الحركه بتاعت الماوس. احنا لقينا انه 25% من وقت الديزاينر بيضيع بس في حركه الماوس. وهناخد بالنا برضو من ان السكتش الموجود دلوقتي هو سكتش مكون من مجموعه من الكونتورز، الكلوز كونتورز، ومجموعه من الاوبن كونتورز، اللي هي الكلوز كونتورز اللي هي السيركلز، والاوبن كونتورز اللي هي اللاينز. انا بدات ارسم على طول على المحاور، وبعد كده ببدا استخدم اكسترود. من التريكات برضو اللي انا اشتغلت عليها هنا انه انا اكتفت الانسنت 3 دي. الانسنت 3 دي بيديني امكانيه على طول ان انا اكريت الماتيريال وانا واقف جوه الاسامبلي، وبيديني شكل الماتيريال دي على طول. طيب احنا كده خلصنا الكلوز كونتورز اللي هي السيركلز. هل ينفع استخدم نفس السكتش كلوز كونتور واوبن كونتور؟ واي نوت، هو ده سوليد ووركس، بديهي جدا في التعامل، بحيث ان انا اختار اللاينز اللي انا عملتها كرييشن في السكتش الاولاني، وبعد كده ببدا استخدمها انها توصل لي الماتيريال ما بين الثلاثه سلندر دول. هنا بس بنحط بعض البارامتر زي مثلا الماتيريال هيبقى عرضها قد ايه، الدبت بتاعها، الاتجاه بتاعها. ومن هنا سوليد ووركس هيبدا يكريت الماتيريال ويوصل ما بين الثلاثه سلندر. طيب انا اولموس دلوقتي عملت الشكل الرئيسي، محتاج ان انا اعمل فينش للتصميم شويه عن طريق ان انا احط بعض الفلت. اول ما كليك على اي ايدج بيطلع لي حاجه اسمها فلاي اوت تول بار. برضو فكره بديهيه جدا وسهوله في الاستخدام، انه انا مجرد ما بكليك على ايدج معين هو بيطلع لي الفلت، بحدد الريدس بتاع الفلت. طيب لو انا عايز اختار اكتر من ايدج، مجموعه الايدجز دي كلها هيبقى ليها نفس الفلت سايز. سوليد ووركس بيديني كل الاختيارات اللي ممكن اختارها علشان احدد خمسه ايدج وان كليك. طيب عشان اكمل برضو التصميم محتاج ان انا ازود ماتيريال في البراكت دوت علشان اربط الجزء من فوق. فهبدا اظهر الكلامبنج، وبعد كده هشتغل على سكتش بحيث ان انا اخد اللوب الكامله بتاعه الابر ايدج بتاع الكلامبنج. نفس الفكره بالظبط، انه انا باخد الدايمنشنز بتاعتي من بقيه الكومبوننتس الموجوده في الاسامبلي، وهي ديت تاني فكره التوب داون اسامبلي او الان كونتكست ديزاين. هنا هستخدم
ان كونديشن مختلفه شويه. الان كونديشن ديت ان انا لازم اسيب مسافه ما بين التو كلامبس علشان عمليه الربط. طيب انا محتاج ان انا اقطع هول في نص الكلامبنج، وعلشان اعمل دوت انا محتاج ان انا اعمل بلين، اصلا مش موجود البلين. مجرد ان انا بختار تو بلانر فيسز او اي تو بلينز، على فكره سوليد ووركس الاختيار البديهي بتاعه ان هو بيعمل حاجه اسمها ميد بلين، يعني مستوى وسطي ما بين ال selected faces. هنا هبدأ أخد convert entities من الارك، وهكمل الارك دوت أخليه circle، وهستخدم امر extrude cut بالشكل الطبيعي through all، هيبدأ يقطع لي في ال part. كويس، احنا كده خلصنا الشكل الرئيسي تقريبا بتاع البراكت، بس محتاجين نزود كومبوننت معينه. ناخد بالنا انه كل الاكسلز اللي هو الاكسل المحور الرئيسي والاكسلز بتاعت السسبنشنز انا لسه ما عملتش فيها كات. طيب علشان اعمل فيها كات انا مجهز حاجه في اللايبرري، هي ديت سمارت كومبوننت، حاجه اسمها لوك نوت. اللوك نوت مجرد ان انا بعمل لها انسرت هو سوليد ووركس على طول بيلاقي المكان بتاعها. طبعا ده مش ماجيك، انا اصلا محضر الكومبوننت ديت في اللايبرري بالشكل اللي يتناسب ان انا اول ما اعملها انزرت هو سوليد ووركس اوتوماتيك على طول هيفهم هي المفروض تعمل ميت معني. مش بس كده، لا هي كمان الكومبوننت دي سمارت انها بتخلى فيتشرز في البراكت بارت بتاعي. هنا انا استدعيت الفيتشرز ديت، وبمجرد ما استدعيتها زي ما احنا شايفين في اكتر من 4 فيتشرز اتعملوا بوان كليك، وهو دوت توفير في الوقت بتاع التصميم. طيب انا محتاج ان انا برضو اعمل الهولز للسسبنشن اكسل. علشان اعمل دوت هروح للايدج بتاعه، وبعد كده هعمل اكسود كات. تاني هفكركم بحاجه قلتها في الاول، انه الاكسس ديت هي جايه من ستيب فايل، انا عاملها انزرت من ستيب فايل من غير ما ترجمها لسوليد ووركس فايل، انا مستخدمها زي ما هي على طول. وهنا بقى التشالنج، طيب السبلاير بدا يغير في مواصفات الاكسل، بدا يبعت اكسل بفيرجن جديده، لان الاكسل القديم دوت مثلا ممكن ما يبقاش متوفر عنده في المخزن. في الحاله ديت هعمل ايه؟ هروح عادي جدا اعمل اديت للبارت، هلاقي انه البارت دوت الاكستنشن اصلا بتاعه هو اس تي بي ستيب فايل. هروح للمكان الجديد اللي انا حافظ فيه الفيرجن الجديده من الاكسل، وابدا اعمل لها انسرت. سوليد ووركس هيفهم على طول ان هو بيريبليس الكومبوننت ديت بالكومبوننت ديت، حتى لو كانت other file type او نوع تاني من الملفات غير سوليد ووركس فايلز. طيب بعد كده المفروض نروح للدروينج على طول؟ لا، المفروض الاول نعمل تشيك بسيط، نعمل انترفيرنس تشيك. وزي ما احنا شايفين في الويندو اللي قدامنا انه انا لما كمان بروح للبارت الجديد اللي هو الستيب في السوليد ووركس بي دي ام ببدا اشوف فيو كامل عن البارت ده، وكمان اقدر اخد منه ميجرمنت، اقدر اقيس الابعاد بتاعته. طيب احنا كده خلاص بدانا نشوف التعديلات اللي طلبها السبلاير في الاكسس، بس انا محتاج اشوف بقى التعديلات ديت بناء عليها هغير ايه في البراكت. فعلشان اعمل دوت لازم اروح للانترفيرنس تشيك، وهنا بناكد كتير قوي على فكره الانترفيرنس تشيك. ليه؟ لانه انت ممكن تخلص الدروينج وتنزل الانتاج ويبداوا يجمعوا هيلاقوا انه الاكسل دوت مش هيخش في البراكت، وهنضطر تاني نرجع للتصميم، نغير في التصميم ونبدا تاني نعمل عمليه تشغيل تاني. ف قبل ما يفوت الاوان، لا من الاول خالص في التصميم انت لازم تكون متاكد انه الاكسل بتاعك متجمع صح وفي التوليرنس او الكليرنس المناسب. علشان كده بنعمل انترفيرنس تشيك حتى اكتر من مره، حتى بعد ما بنخلص التعديل بنبدا نعمل تاني انترفيرنس تشيك. وبكده احنا خلصنا الكونسبت ديزاين بتاع البراكت. طيب شفنا ايه؟ شفنا انه قد ايه سوليد ووركس هو فيري انتويتيف يوزر انترفيس، وفكره العمل جوه
الاسامبلي بتوفر عليا وقت كبير جدا، ان انا ما بحتاجش ان انا اخد دايمنشنز كتير قوي. وكمان شفنا ازاي نستخدم السمارت لايبرري، والسمارت لايبرري ديت ازاي بتوفر علينا وقت، بحيث انها كمان بتخلق مجموعه من الفيتشرز. وعلى فكره سمارت كومبوننت الموجوده في سوليد ووركس هي يونيك فيتشر، مش موجوده في اي كاد سوفت وير تاني. وكمان شفنا فكره انه ازاي استخدم other 3D format. على فكره احنا هنا استخدمنا ستيب فايل، بس الكلام دوت بيسري على انفنتور فايلز، بيسري على برو اي فايلز، اي جيس فايل، كاتيا فايلز، اي نوع من انواع الفايلز بيتعامل بيها السبلايرز، خدها على طول اعملها انزرت جوه سوليد ووركس، انت مش محتاج تحولها لسوليد ووركس نيتف فورمات. طيب بعد ما خلصنا الكونسبت ديزاين عايزين نبدا نتكلم على الاوبتمايزيشن، ازاي نحسن التصميم ده. في عندي مين جول هنا، انا عايز احسن التصميم بدون المساس بالصلابة. انا مش عايز اغير خالص في الستيفنس بتاع الكومبوننت. الكومبوننت دوت او الجزء دوت هو بالكامل الومنيوم. طبعا في الاختيار الاولاني ان انا اروح اشوف ماتيريال اخف شويه، بس ان انا اروح اشوف ماتيريال اخف شويه ده ممكن كمان يبقى بيتعامل مع صلابه، يعني ممكن كمان اخش في الفاكتور بتاع الصلابه وابدا هنا بقى اشوف يا ترى الالومنيوم الوي او سبيكه الالومنيوم اللي انا اخترتها مختلفه الصلابه بتاعتها اقل ولا اعلى، او ان انا لا افكر ان انا ازاي اقلل من الويت ان انا اريموف ماتيريال. وهنا انا هقترح انه والله انا عايز اعمل بعض البوكيتس ريموف ماتيريال من مناطق معينه بدايمنشنز معينه. بس السؤال بقى الدايمنشنز دي هتبقى ايه؟ طول وعرض وارتفاع البوكيت دوت هيبقى كام اللي هو اللي بلون الاخضر؟ طبعا هنا في كميه alternatives لا نهائيه، وانا هنا محتاج ان انا بدل ما اجرب بايدي لا محتاج السوليد ووركس ان هو يختار لي ده. علشان كده هنشوف اول نوع من انواع الاوبتمايزيشن اللي هو الديزاين ستادي. علشان نبدا ديزاين ستادي في الاول لازم نعمل ستاتيك اناليسيس. الستاتيك اناليسيس هو بيحدد لي هل البار دوت سيف ولا نوت سيف، وبناء عليها بحط الكريتيريا اللي انا هعمل عليها ديزاين ستادي. فالستاتيك اناليسيس زي ما احنا عارفين انه ببدا الاول ان انا احدد الماتيريال، احط الفيكسيشنز، بعد كده احط الفورسز، وبناء عليه سوليد ووركس بيطلع لي الريزلتس. هنا الريزلتس لما حطيت البوكيتس بالابعاد اللي انا اقترحتها في الاول لقيت ان الديزاين مش سيف اصلا، ده هيفيل تقريبا عند تقريبا 80 ميجا باسكال. طيب وبناء عليه انا هروح اعمل ديزاين ستادي وهبدا اسال سوليد ووركس. في السوليد ووركس سيميوليشن هنبدا نشوف الالترناتيفز بقى المختلفه. انا عايز اقول له اشتغل على 15 ايتريشن، وفي ال 15 ايتريشن ديت غير مجموعه الفاريبلز ديت، والكونسترين بتاعي ان الستريس ما يقلش عن 80 ميجا باسكال، والجول بتاعي ان هو ان انا همينيمايز الماس. طبعا الكريتيريا ديت اكوردنج تو يعني طبقا للمواصفات اللي انت ماشي عليها. اول ما هقول له ران هو على طول هيبدا يحط الايتريشنز ال 15 ويبدا يتعامل معاها. انا هنا في الدايمنشنز انا بحط له رينج المينيمم والماكسيمم. 15 ايتريشنز هو كلهم بيبدا يعمل لهم اناليسيس ويبدا يشوف لو بدا يغير هو اوتوماتيك في الدايمنشن مين اللي هيبقى سيف ومين اللي هيبقى مش سيف. طبعا اي كميه اي دايمنشنز كولكشن موجوده باللون الاحمر ده معناه ان هي هتفيل عند الكريتيريا بتاعت اللي هي 80 ميجا باسكال، واي ايتريشنز مش باللون الاحمر اللي هي باللون الجري ديت ده معناه ان هي سيف. طيب اللي باللون الاخضر دي الاوبتيم، يعني ديت افضل دايمنشنز هتقلل لك الوزن وفي نفس الوقت هتحافظ لك على الاسترس. وعند كل كولوم عند كل ايتريشنز عند كل كولكشنز من الدايمنشنز ديت هو سوليد ووركس بيديني الابعاد الحقيقيه بيوريها لي على الشاشه. وكمان بيقول لي الويت هيبقى في الحاله ديت قد ايه. فكره الانتجريشن انه لو انا عايز ابدا اغير في اي حاجه، عايز ابدا اغير في شكل البوكيت، عايز اغير في الابعاد، اقدر ارجع تاني للسوليد ووركس. طيب انا عايز اغير اصلا في الكريتيريا اللي انا اخترتها على اساسها البارت دوت، اقدر ارجع تاني للتيبل فيو
وابدا اغير الرينج من اكبر او اصغر، او كمان اغير الكونسترينز، وليكن مثلا انا هشتغل على ستريس فاليو مختلفه. طيب نفتكر حاجه انه في الاوبتمايزيشن او في الديزاين ستادي هنا انا اللي اقترحت اصلا البوكت، وبناء عليه سوليد ووركس بس اداني ابعاد البوكت. طيب ماذا لو ان انا مش عارف اصلا الريموف ماتيريال منين، او عايز السوليد ووركس سيميليشن هو اللي يقترح عليا فين المكان الانسب اللي اعمل منه ريموف للماتيريال وفي نفس الوقت يحافظ لي على الاستفنس. وهو دوت ببساطه اللي بنسميه التوبولوجي اوبتمايزيشن. معلومه عن التوبولوجي اوبتمايزيشن ان هي احد السوليوشنز اللي جايه من اباكوس سولفر اللي هو بنسميه اخونا الكبير. ده احد السوليوشنز اللي احنا جايبينها من الكيرنل بتاعه وحاطينها في سوليد ووركس سيميوليشن. طيب ازاي بنعمل توبولوجي اوبتمايزيشن؟ الفكره انه التوبولوجي اوبتمايزيشن هو نفس الفكره بتاعه الستاتيك اناليسيس بس بزياده اتنين definitions او اتنين boundary conditions انا لازم اعرفهم. يعني زي ما عرفت الماتيريال وزي ما عرفت الفورس وزي ما عرفت الرسترين، انا كمان محتاج اعرف الجولز. يا ترى ايه الهدف من الاوبتمايزيشن؟ الهدف من الاوبتمايزيشن هنا ان انا عايز اقلل الوزن بنسبه 35%، ده التارجت بتاعي، وفي نفس الوقت انا عايز احصل على best stiffness، احسن stiffness. طبعا في التوبولوجي اوبتمايزيشنز كمان نقدر نضيف الفريكوانسي وكمان نقدر نضيف الفاكتور اوف سيفتي از جولز. وفي مانيفاكشن كنترول دوت الحاجه الخامسه اللي احنا محتاجين نعرفها، اللي هي وليكن مثلا ان البارت دوت في مناطق معينه ما اقدرش اشيل منها ماتيريال، او زي في الحاله بتاعتنا هنا انه في سيمتري كنترول، يعني اي منطقه هتشيل منها ماتيريال من الجزء اليمين لازم تشيل منها ماتيريال من الجزء الشمال. مجرد ما انا بعمل ران للستادي سوليد ووركس بيوريني الشكل النهائي. هو هنا اللي اقترح فين المناطق اللي انا هشيل منها ماتيريال علشان تقدر تحافظ لي على الاستفنس باقل وزن. على فكره هنا في الوزن نقدر كمان نقلل الوزن لحد تقريبا 42%. ماتيريال سيفنج، وفي نفس الوقت قللنا البروتوتايب جدا بنسبه كبيره، وفي نفس الوقت حصلنا على احسن ستيفنس. نتخيل كده انه الفيكل اللي هم بيعملوها ديت اللي هي بثلاث عجلات موجود فيها 1000 كومبوننت، وانا محتاج اعمل بروتوتايب ل 1000 كومبوننت، ده تقريبا اندلس بروتوتايب بروسيس. بس عن طريق السيميوليشن وعن طريق الاوبتمايزيشن المحاكاه ان احنا قدرنا ان احنا نحصل على شكلين مختلفين واقتراحين مختلفين. سوليد ووركس سيميوليشن قال لنا انه بناء على الباوندري كونديشن ديت هتحصل على افضل ستيفنس باقل وزن. وهي ديت الفائده الحقيقيه من استخدام الاوبتمايزيشن، ان انا احصل على افضل ديزاين في اقل وقت. طيب احنا تقريبا وصلنا للكونسبت ديزاين وعرفنا ان الكونسبت ديزاين بتاعنا مظبوط بناء على الفيلدز، فعلا لما هنركبه هيبقى فعلا شغال. طيب عايزين نبدا نصنع، وهنا هنشتغل على سوليد ووركس كام. سوليد ووركس كام، معلومات مبدئيه عن السوليد ووركس كام، ان هو انتجريتد سوليوشن باورد باي كام ووركس، وهو بيتيح لك انك تعمل سي ان سي بروجرام للميلينج 2.5 اكسس و 3 اكسس و 3 بلس 1 3 بلس 2. سوليد ووركس كام هو فولي انتجريتد مع سوليد ووركس. يعني ايه فولي انتجريتد مع سوليد ووركس؟ يعني انت مش هتطلع بره الشاشه، بالظبط زي ما عملنا في السيميوليشن، احنا ما خرجناش بره بيئه العمل بتاعتنا. طيب هو موجود سوليد ووركس كام موجود فين؟ موجود في كل الباكجز بتاعت سوليد ووركس اللي هو 2.5 اكسس ماشينينج. بس لما هنفتح بارت معين هنلاقي ان سوليد ووركس كام كوماند مانجر ممكن ما يبقاش موجود. طب عشان نستدعيه ازاي؟ نروح للادنز وندور على سوليد ووركس كام ونعمل اكتيفيت للسوليد ووركس كام. طيب اول حاجه ببدا اعملها علشان ابدا اعمل ماشينينج انه بروح للفيتشرز، وفي الفيتشر مانجر ديزاين تري لما بيبقى فيه عندنا سوليد ووركس كام ادن بيبقى فيه عندنا ثلاثه تابس اللي هي الفيتشر تري او سوليد ووركس كام فيتشر تري غير السوليد ووركس كاد فيتشر تري والاوبريشن والتولز. طيب اول حاجه بعملها ان انا بعرف المكنه ايه نوع المكنه اللي انا هشتغل عليها.
اول ما بعمل سيلكت هو اوتوماتيك على طول. SolidWorks CAM هو كده اختار مجموعه التولز اللي انا هشتغل بيها، وكمان حدد البوست بروسيسور. البوست بروسيسور اللي هو العقل اللي بيترجم من SolidWorks CAM لللانجوج اللي بتفهمها كل مكنه، وبيحدد حاجات كتير. بيحدد مثلا الكولنت هيبقى بناء على ايه، على البوست بروسيسور ولا بناء على التول او الماتيريال، وبيحدد الفيد والسبيد. طيب تاني حاجه بعملها انه بروح للستوك مانجر. ستوك مانجر SolidWorks CAM بيديني فاسيلتي كتيره جدا، انه ممكن احدد الستوك عن طريق القطعه اللي انا اصلا هبدا اشغلها عشان اوصل للشكل النهائي، عن طريق ان انا احدد الباوندري كونديشنز، او عن طريق ان انا ارسم سكتش بنفسي للشكل المبدئي للستوك. وكمان بيديني الزيرو، هبدا الزيرو ليفل بتاعتي منين، او اللي بنسميها الجي 42 لو انا عايز اشتغل بجي 42. كمان ده ممكن نحدده في SolidWorks CAM. طيب العقل المفكر في SolidWorks CAM حاجه اسمها تيك دي بي. التيك دي بي هي التكنولوجي اللي شغال بيها SolidWorks CAM، بنسميها تكنولوجي بيزد ماشينينج. يعني ايه تكنولوجي بيزد ماشينينج؟ يعني انا ببني كل الاوبريشنز بناء على داتابيز. الداتابيز ديت انا مسجل فيها كل اللي انا محتاج اعمله، يعني النو هاو بالكامل موجوده في داتابيز، ودوت بيوفر عليا كتير قوي. ان انا ما بعتمدش على صنايعي او اوبريتور على المكنه، لا انا بعتمد على داتابيز، على حسب ظروف التشغيل الموجوده عندي، على حسب المكنه، على حسب الماتيريال، على حسب التولز اللي انا بستخدمها. يعني خلينا نقرا هنا مثلا في التك دي بي انا محدد ايه؟ انا محدد ان في الهولز لو عملت بلايند هول والديامتر بتاعي من 0 ل 25 ده هيبقى شكل الفيتشر. لو ارى SolidWorks CAM الفيتشر ديت هيعمل ايه؟ هيعمل تو اوبريشنز، الاوبريشن الاولانيه اللي هي سنتر دريل، والاوبريشن الثانيه اللي هي دريل، وديت المواصفات بتاعه الاوبريشن. وبناء عليه انا لازم قبل ما استخدم SolidWorks CAM بالشكل النهائي بتاعه لازم اخش في التيك دي بي واعرف كل حاجه، اعرف المكنه، اعرف التولز، اعرف الفيتشرز، والفيتشرز ديت هتبقى متناسبه مع اي اوبريشنز هي بتحصل عندي فعلا. لانه انا ممكن يبقى في الورك شوب بتاعتي بعتمد على سنتر دريل وبعد كده دريل، ممكن تبقى في الورك شوب بتاعتك لا انت بتعتمد دايركت على طول على دريل، او ايفن حتى ممكن تعمل مل. طيب الكلام دوت الشكل الاوتوماتيك ان انا بعرف من الفيتشر الاوبريشن بياخد من التيك دي بي. طب انا مش عايز اعتمد على التيك دي بي، وفي كل فيتشر انا عايز اعرفها بشكل منفصل. ينفع اعمل دوت عن طريق الكوماند مانجر، ان انا بستدعي الاوبريشن وليكن مثلا رف ميل، وبعد كده بحدد التول وبحدد الفيتشر اللي هتشتغل عليها التول ديت. بس لو انا عملت رايت كليك وقلت له يلا اعمل جنريت اوبريشن بلان للفيتشر، في الحاله ديت SolidWorks هو ذكي، SolidWorks CAM هو ذكي ان هو ياخد اوتوماتيك على طول من التيك دي بي ويعمل الاوبريشن. لو رحنا بقى للاوبريشن تري هنشوف كل الاوبريشنز اللي عملناها، ونقدر كمان نسيميوليت الاوبريشن ديت. السيميوليشن بيتم بطريقتين، الطريقه الاولانيه هي ستيب باي ستيب، والطريقه الثانيه ان انا بشوف الفاينل ريزلت على طول عن طريق المود، رابيد مود او ستيب باي ستيب. دي كده مثلا ستيب باي ستيب، ببدا اشوف كل الماتيريال اللي بتحصل لها ريموف في كل خطوه بيمشيها الاند ميل. طيب الاوبريشن ديت هي مجموعه من الكوماندز او مجموعه من الاستراتيجي. كل البارامتر بتاعت الاستراتيجي ديت انا اقدر اكسسها، ان انا اعمل دبل كليك على الاوبريشن، او انا اعمل رايت كليك وبعد كده اجيب edit definition. في الادت ديفينيشن بشوف الاستراتيجي. هنا في الاستراتيجي اللي احنا شغالين عليها، احنا شغالين على استراتيجي اسمها فوليوم ميل. الفوليوم ميل هي احد الاوبشنز الموجوده في SolidWorks CAM بروفيشنال بس، يعني لو انت عندك SolidWorks CAM 2.5 اكسس مش هتلاقيها. طيب ايه الفكره بتاعت الفوليوم ميل؟ ان هو بيعمل عمليه هد للماتيريال بالشكل اللي يتناسب مع التول لايف. يعني هو بيعمل لك اسرع عمليات الريموفنج للماتيريال، وفي نفس الوقت بيحافظ على عمر العده. الري اوردرنج في SolidWorks CAM
بيتم بسهوله ان انت بس بتعمل drag and drop للاوبريشن اللي انت عايز تخليها في الاول. ومن ضمن كمان عمليات السيميوليشن ان احنا ممكن نعمل حاجه اسمها step through. يعني ايه step through؟ يعني ان انا بشوف الالم وهو بيتحرك او الاندمال وهو بيتحرك على التول باث، مسار العده. طيب انا دلوقتي وصلت لمرحله ان انا خلاص تقريبا خلصت كل الاوبريشنز وعايز ابدا اطلع للمكنه. فعلشان اطلع للمكنه بعمل رايت كليك على الميل بار سيت اب وبختار امر بوست بروسيسور. وطبعا اكيد هنا هلاقي مجموعه من الاسئله خطيره جدا. ايه يا ترى المكان اللي بيتناسب مع سولوس كام؟ طيب البوست بروسيسور نجيبه منين؟ فهنشوف بقى الاسئله ديت في الاخر اكيد. هنا احنا بنشوف سيميوليت بالكامل للتول للاوبريشنز اللي احنا عملناها. خلصنا كل الاوبريشنز وعايز اشوف في النهايه البارت بتاعي هيبقى الشكل النهائي بعد التشغيل هيبقى عامل ازاي. لقيت انه كله تمام، هروح للبوست بروسيسور. يعني عمليه السيميليشن هي بتوفر لي وقت رهيب جدا، انه بدل ما اروح اكتشف الكلام دوت على المكنه، لا احنا نقدر نسيميليت دايركت على السوليد ووركس كام. طيب لما هكليك على بوست بروسيسور او جنريت بوست بروسيسور، هو هيسالني الاول انت عايز تعمل سيف للفايل فين، وكمان هيقول لي الفايل هيبقى نوعه ايه، النوع اللي الفايلز اللي بتقبله المكنه، تكست ولا سي ان سي ولا ان سي. كل مكنه بتقبل نوع معين او اكستنشن معين من الجي كود. في البوست بروسيسور في امر مهم قوي اللي هو اوبن جي كود فايل ان سوليد ووركس كام ان سي اديتور. ودوت برنامج ملحق لما بنعمل انستليشن لسوليد ووركس كام، هو بيبقى اوتوماتيك على طول مع البرنامج. بيتيح لي ان انا اشوف كل او اي جي كود فايلز ايفن حتى لو هو مش معمول بسوليد ووركس كام. هنا انا اخترت ان انا اطلع لاين باي لاين عشان اقدر اشوف فعلا احنا ماشيين مظبوط ولا لا. طبعا الامر الثاني ان انا كان ممكن ادوس هنا اللي هو جنريت البوست بروسيسور فاست، وبالتالي سوليد ووركس كام هيطلع لي اوتوماتيك على طول من غير ما يوريني لاين باي لاين. وفي الاخر هيفتح لي الجي كود فايل على الان سي اديتور. الان سي اديتور زي ما احنا شايفين كده حتى في الوان، الالوان دي ليها دلالات. وليكن مثلا دايما اللي باللون الازرق او اللاين اللي هو بالكامل باللون الازرق، يبقى ده معناه ان العده ماشيه بشكل خطي. اللاين اللي باللون الاخضر، سوري الاخضر هو ان العده ماشيه بشكل خطي، والازرق يبقى العده ماشيه بشكل او عن طريق ارك اللي هو الجي 2 جي 02 او الجي 03. وهنا لما بعمل باك بلوت، في الباك بلوت هو او الانسي اديتور بيوريني فعلا شكل العده هتبدا تتحرك ازاي. وزي ما اتفقنا الكلام دوت بيسري على اي جي كود فايل، مش بس الجي كود فايل اللي طالع من سوليد ووركس كام. وفي النهايه كمان في دي ان سي. دي ان سي يعني ان انا اقدر اربط المكنه بالانسي اديتور بحيث ان انا على طول اكسبورت لو المكنه بتاعتي متوصله ب لان مثلا، انه اقدر على طول اسند الفايل او الجي كود فايل دايركت للمكنه. طيب احنا هنا شفنا سوليد ووركس كام، شفنا ازاي هو انتجريتد مع الديزاين بحيث ان احنا شغالين على نفس بيئه العمل، وكمان ان هو بي ايفالويت المانيفاكتشبيلتي من قبل ما اصنع، من قبل ما اشوف اي حاجه هتحصل فعلا في الرياليتي على المكنه. وبكده احنا عدينا الثلاث مراحل، شفنا ازاي نعمل ديزاين، وشفنا ازاي سوليد ووركس فيري انتويتيف، وازاي نستخدم السمارت لايبرري، وكمان شفنا السيميوليشن ازاي نبدا نحسن في التصميم علشان نتدارك الاخطاء من قبل ما نعمل بروتوتايب، وعمليات الانتاج وازاي نسهلها. طبعا في الاول وفي الاخر انه السوق النهارده فيها تنافس رهيب جدا، وعلشان فعلا ننتج الديزاينز بتاعتنا بشكل اسرع وجوده اعلى وتكلفه اقل، كلنا بنتطلع لتبسيط سعر العمل.
ودي ببساطة الفوائد اللي حققتها ميلو كابس عن طريق استخدام SolidWorks Solutions. وهنا بقى هننتظر شوية علشان نشوف أسئلة حضراتكم. لو في أي أسئلة أو استفسارات. طبعا كالعادة في سؤال عن البوست. طيب السؤال إنه إيه نوع أنواع المكن المتوافقة مع SolidWorks CAM؟ الإجابة ببساطة إن أنت لما بتعمل installation SolidWorks CAM هتلاقي في Program Data SolidWorks Core SolidWorks CAM هتلاقي كل البوست بروسيسورز اللي جاية مع البرنامج. طيب البوست بروسيسورز ديت هي ممكن ما تبقاش متوافقه مع المكنه بتاعتك. في لينكس يعني انت ممكن تبعت لي وانا اقول لك منين تبدا تجيب فري بوست موجوده على احد المواقع اللي هو الريسيلر الرئيسي اللي بيتعامل مع سوليد ووركس كام. هو الحقيقه الناس في امريكا عامله شغل هايل جدا ان هي كمان منزل لنا المكن المزاك ومكن كتير قوي. تقدر تجيب من عليها احد الفري بوست. طيب انت عايز تعمل اديت للبوست، ارجع للريسيلر بتاعك. الريسيلر بتاعك هتلاقيه كيبل انف ان هو يعمل كاستمايزيشن للبوست. طيب عندك مشكله بقى بعد كده ابعت لي. عندنا سؤال تاني معتز. Can we use SolidWorks Motion؟ السؤال التاني. السؤال التاني Can we use SolidWorks Motion؟ هو ده الموضوع هيبقى أدرس إن شاء الله في أحد الندوات اللي جاية، إن إحنا إزاي نختبر بسوليدوركس موشن كفاءة السسبنشن، وبعد كده إزاي ناخد بقى من سوليدوركس موشن ونبدأ نعمل ستاتيك أناليسيس. يعني خلي الإجابة بقى بالكامل إنه إن شاء الله تتابعونا في الندوات اللي جاية. حلو قوي. وعندنا سؤال ثالث من فؤاد محمد. What is topology؟ topology حلو السؤال. طيب احنا شفنا في الندوه ديت انه احنا بنقدر نحسن التصميم عن طريقتين. الطريقه الاولانيه انا اللي بحدد شكل المنتج، انا اللي بحدد الكونسبت ديزاين، انا اللي بحدد الدايمنشن وبقول لسوليد ووركس ابدا غير في الدايمنشن. طبعا تغيير في الدايمنشن غير في الشكل الى حد ما، بس هو سوليد ووركس ما بيقترحش اكسترود كات مثلا، ما بيقترحش ان هو يعمل ريفولف كات مثلا. في التوبولوجي لا، سوليد ووركس هو بيغير في التوبولوجي في الشكل الجغرافي بتاع الجيومتري، بحيث ان هو بيقترح انه لا احنا عايزين نعمل فعلا كات في المكان دوت، احنا عايزين نريموف ماتيريال في المكان ده. في الديزاين ستادي في الاول اللي هو النوع الاولاني من الاوبتمايزيشن، لا هو سوليد ووركس مش مسموح له يعمل ده، هو بس بيقترح الابعاد اللي هيغيرها علشان يحسن من أداء التصميم. شكرا قوي معتز على الجواب. عندنا سؤال آخر، ممكن نسخة مكتوبة للدرس. عشان أجاوبك أحمد، هنبقى نرسل بعد البرزنتيشن لينك باي إيميل، ممكن تدخل وهتبقى الفيديو بتاعت الويبينار ده ممكن تشوفها تاني وتاني عشان تاخد كل المعلومات اللي هتحتاجها. وفي سؤال آخر، can we use topology with dynamic forces؟ dynamic forces يبقى احنا كده دخلنا في النونلينير الى حد ما، وحاليا دلوقتي السوليوشن اللي موجود عندنا هو بس بيعمل topology study بناء على static analysis. بس لو اخذنا في عين الاعتبار ان الفريكونسي هو احد انواع الديناميك او نونلينير analysis، فده نقدر نعمله النهارده في topology study. طيب السوليد ووركس في التوبولوجي ستادي هو ممكن يبقى ليميتد في الجزئيه ديت. احنا في عندنا سوليوشن البيج براذر بتاعنا، حاجه اسمها ستراكشر سيميوليشن انجينير اس اس اي، ودوت افيلبل بس على الكلاود، نقدر نعمل بيه التوبولوجي ستادي على الديناميك فورسز. السؤال اللي بعد كده شكرا أستاذنا الفاضل. هل توجد دورات شاملة للبرنامج
من زيرو من صفر للاحتراف، وكذلك الأجهزة والمعدات وكيفية الحصول عليها. ده سؤال كويس. السؤال هنا بيسأل على كيفية التدريب. التدريب بيتم دايما عن طريق الريسيلر. يعني ايه الريسيلر؟ هو دوت اللي بياخد بإيدك من أول الزيرو ليفل لحد أي ليفل بعد كده أنت محتاج توصل له. وده بيتم عن طريق دورات تدريبية، بيتم عن طريق إن هو بيختار لك الأنسب باكج اللي هتشتغل بيها واللي تحقق لك كل الريكوايرمنتس اللي أنت عايزها. وهو كمان اللي هينصحك بالهاردوير سبيكس. يعني مثلا في عندنا في الهاردوير سبيكس مجموعه من السيرتيفايد جرافيك كاردز، هو هيقول لك مين السيرتيفايد جرافيك كاردز. في عندنا مينيمم ريكويرمنتس، مش بس المينيمم ريكويرمنت اللي تقدر تحصل عليها من سوليد ووركس ويب سايت، لا هو كمان هيقول لك بالنسبه لشغلك انت ايه الانسب بالنسبه لك. لان المينيمم ريكويرمنتس وليكن مثلا على سوليد ووركس ويب سايت موجود فيها 16 جيجا بايت، بس ممكن تكون انت بتتعامل مع هيفي اسامبلي، فهيقول لك لا انت المفروض يبقى المينيمم بتاعك 32 جيجا بايت. فدايما الانسب ان انا اتواصل مع اقرب ريسيلر موجود ليا في الاريا. السؤال اللي بعد كده، السؤال اللي بعد كده عندنا تعليق من أستاذ أحمد عن المشاكل اللي ابتدت بتظهر في نسخة 2019 من سوليد وورك، زي المدة اللي بيستغرقها البرنامج. عندك معتز طريقة عشان يستعمل سوليد ووركس وتبقى المدة أقل؟ طيب السؤال ده قوي جدا، لان هو في 2019 احنا فعلا غيرنا حاجه مهمه قوي. احنا طول السنين اللي فاتت من قبل 2019 احنا بنعتمد بالكامل على البروسيسور، على السي بي يو. من اول نسخه 2019 بدانا نعتمد الى حد ما على الجي بي يو، على الجرافيك كارد. طيب الكلام دوت ليه؟ لان اليوزرز احنا كنا قبل 2019 دايما بننزل تولز كتيره قوي للتعامل مع اللارج اسامبلي، زي السبيد باك، زي لارج زان ريفيو، زي حاجات كتير، زي اللايت ويت اسامبلي. في سوليد ووركس 2019 اليوزرز قال لا، احنا انا عايز اشتغل بنفس الكابابيلز بتاع سوليد ووركس بس البرفورمانس اعلى. وبناء عليه احنا قلنا طيب خلاص انت عايز برفورمانس اعلى، بس لازم تضحي وتجيب جرافيك كارد عالي، وهو دوت اللي هيحل لك كل المشاكل بتاعت 2019 ببساطة. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده: What is the difference between CAMworks and SolidWorks and SolidCAM, and which is better? Which طيب one is better? ده سؤال تريكي شوية. SolidWorks CAM، yes. هو في الأول في الآخر إحنا عملنا إيه في SolidWorks CAM؟ كان في شركة اسمها CAMworks، الشركة ديت هي جولدن بارتنر مع سوليد ووركس، وهي من اقدم الشركات اللي عملت فولي انتجريتد سوليوشن للكام على سوليد ووركس. احنا عملنا ايه؟ احنا اخذنا الجزء من السوليوشن بتاعها اللي هو ما يخص ال 2.5 اكسس و 3 اكسس و 3 بلس 1 3 بلس 2 والترنينج، وخدناه حطيناه تحت اسمنا، عملنا اكواير للسوليوشن دوت. بس احنا لحد دلوقتي احنا ليميتد لحد 3 بلس 2، بمعنى لو عند حضرتك مثلا مكنه 5 اكسس، المكنه ال 5 اكسس وانت عايز تشغلها بشكل سامتينس او كونتينوس ميلينج، ففي الحاله ديت للاسف احنا مش هنقدر ندعم الماكينه ديت. وفي الحاله ديت عندك الاختيارات بقى ان انت تروح لاي جولدن سوليوشن بارتنر ايا كان، هو كام ووركس او سوليد كام. معلوماتي ان سوليد كام هو كمان بيدعم ال 5 اكسس سامتينس ميلينج. يبقى انا كده متهيألي جاوبت على السؤال. انت لو قدرات المكنه بتاعتك 3 اكسس او 3 بلس 1، او انت عايز تشتغلها على الاستراتيجي بتاع 3 بلس 1 او 3 بلس 2، يبقى في الحاله ديت هتروح لسوليد ووركس كام، هي ساتسفاي كل النيد بتاعتك. طيب انت محتاج تروح ل 5 اكسس او 4 اكسس سامتينيوس او ميل تيرن او واير اي دي ام، يبقى في الحاله ديت لا، احنا ما عندناش اصلا السوليوشن بتاعك في سوليد ووركس كام، وهتلجا لاحد السوليوشن بارتنر زي كام ووركس او سوليد كام.
شكرا شكرا معتز، أظن إنه كده إحنا جاوبنا على الأسئلة كلها، ولو عندكم أسئلة تانية إحنا هنبقى نبين لكم الانفو كونتاكت عشان تراسلونا لو عندكم أي أسئلة تانية. إحنا زي ما بتشوفوا في الشاشة شعار ميلو كاب. أنا عندي مشكلة في السكرين. Give me just a second. Yes. هو شعار ميلو كاب هو come take a ride with me. تعالى واركب معايا. احنا عايزين زي ميلو كاب ناخدكم معانا في الندوات دي. احنا هترقبوا الندوات الجايه عشان عندنا ندوات تانية، وهنبقى نرسل لكم الانفيتيشن زي الويبينار ده. وراسلونا لو عندكم اي اسئله. احنا we remain at your disposal. لو عندكم اي اسئله، عندكم التليفون، عندكم ايضا الايميل، وعندكم التو لينكس. اللينكس الاولاني how to buy request to quote عشان ترسلونا لو عايزين او محتاجين سوليد ووركس، واللينك الثاني هو الفار لوكيتور عشان تلاقوا الريسيلر القريب للبلد او للمدينه اللي انتوا فيها. وشكرا قوي معتز على البرزنتيشن دي الغنيه، وشكرا جزيلا، وهخليكم مع معتز. شكرا إيمان، شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله في انتظار حضراتكم في الندوات القادمة. شكرا، وإن شاء الله الندوة دي هتبقى متسجلة على فكرة، وهيصلكوا لينك بالمعلومات كلها اللي حصلت في الندوة دي. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.